I'm walking through the airport and I don't see Yazan anywhere. Yeah. أنا متوتر لأنه والله خايف إنه تكون ما طلعت الطيارة وما جتش لأنه شايف كل المسافرين يعني أجوا مش شايفها لحد الآن. وفجأة بتطلع لقيت بريتني ركبت تاكسي وسحبت حالها وطلعت. Jordan. Thank you. See the warm welcome when I flew in. شو التفايز من شو جات هزق هون؟ فأنا بطلع بكتشف إنه أنا تركتني قاعد وسحبت حالها وظلت طالعة هيك. You planning on seeing him at all? I'm so excited for my friend to come. We're gonna go out. We're gonna have fun. I don't really have intentions on doing anything else but that. The original plan was for me to live with Yazan at his apartment. Thank you. Have a good day. But since I'm not talking to him, I check into a hotel. I'm لدرجة إنه خلص ما بديش أسمع منها أي شيء. بديش أسمع منها أي مبرر. بشغلة واضحة إنه مستحيل إنه تكون ما شاهدنيش يعني. ممكن أنا اتغبيت إنه أنا أصلاً المفروض إني ما أجيت. أنا عمالي بحارب عيلتي عشان بريتني. مش عارف حاسس انه عيلتي صح.